بينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من شهوة رمضان. شنو عندنا اليوم في شهوة رمضان؟ تنويشة، شنو هي اليوم؟ الحقيقة هي بريكة حلق الويد. بريكة حلق الويد هكا تذكرني هكا في منو ولا شقان فطر هكا في حلق الويد، وكل عبيد هكا فرحانة ومحليهم وطويل المنصوبة والدنيا حسيلو أحسن حاجات هذوكم يعجبوني على الأخر، ونحس فيهم هكا برشا 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 حاجات محليهم حاسين. ومعاهم في السكري شهوتي اليوم باش نعملوا المعشعش. تعرفوا المعشعش بيسكو تو عيد والدنيا هكا وكل، ونحضروا في الحلو نتاع العيد والكل. قلت علاش ما نعملوش المعشعش؟ المعشعش اللي هو مش هذيك اللي تعرفوها نتاع اللي كتبدك السيجار، هذا المعشعش الاخر اللي كيف البجويه. باش نوريكم الطريقه نتاعو، على ذاك باش نبداو في الريسيت نتاعنا تو تو تو. بريكة حلق الويد، شنو ورايكم في بريكة حلق الويد سورتو في رمضان؟ الحقيقه معناتها انا من الحاجات اللي نشتهيهم في رمضان، في رمضان وفي الصيف بريكة حلق الويد لازم نذوقها مره في العام، نشريها ولا نعملها في الدار. ساعات ما نجموش نمشيو لحلق الويد، دونك نجمو نعملوها وحدنا في الدار. على هذاك اليوم باش نشوفوا الرسات مع بعضنا تو. اول حاجه باش نبداو بها هي البات نتاعنا. البات باش نستحقوا فارينا 200 غرام فارينة، باش نحطو معاهم مغرفة صغيرة ملح باش نخلطوهم مع بعضهم، ومن بعد باش نلموهم كاع بعضهم. هوني باش نحط كاع بعضهم. بالحق البات ما أسهلش من منها، دونك هذوما باش نحطوهم توا في البيتخان. هوني باش نبداو نلموها بشوية ما دافي. البات نتاعنا حضرت تويكا، باش نخليوها هوني ترتاح شوية لطون اللي احنا صبينا الزيت نتاع شكون نتاع جديدة. باش نقليو فيه البريكيت نتاعنا. باش نعملو كيبرات صغار نتاع البات، باش نبداو نطيبو البريك نتاعنا. نقليو بلوتو، شكلوهم من توا باش نلقاهم حاضرين. صحيح يا راهو اسمع، معناها بات وكل شيء مسيلك تشوفو، معناتها حتى كي تشتيوها هكا ساعات ما فيها بيس، تفرحوا برويحكم، تعملوا لها فاخس كيما انتم تحبوها وتجي باهية. جوست تلصق شوية في اليد. يلا باش نبداو توا نحلو البات نتاعنا. هما تحسهم يحلوها ساعة بات كاملة هكايا، لازمها تكون جويدة، ومن بعد ياخذوا بارتي اللوطانية اللي باش يدورها هكا على العظم يزيد يطول فيها، ولازمها تكون جويدة. فوالا بعد الفاخس شنو يحطوا هما؟ حطوا شوية بطاطا مرفوسة، يزيد معاها شوية تون، بعد يكمل لها شوية معدنوس، يزيدها شوية بصل، رشة فلفل أكحل. فكعبتي أنا باش نزيدها أوبسيون سوبليمون، باش نزيدها لو كويستو، هذا فروماج كويستو الأحمر متاع بريزيدون. فوالا، وباش نزيدها شوية هريسة الحقيقة، وشوية هريسة، هريسة شكون؟ هريسة صبرة. باش نحطو شوية باش تجينا موزوزة. نجيبو كعبات العظام نتاعنا، الزيت سخن، دونك توا نجيو نحطو كعبة العظام. وجي هو هذي يكبسها هكا، ومنها هكا 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 باش ما يخرجش العظمة، ما تخرجش، باش نرجعوها لبلاصتها ديجا. شفت البات ما يلمهش بالطرف الاخر، وقت اللي مشينا صورنا معاها هكاك، ومن بعد يحطها في الزيت. اسمع هو اسرع مني راه، انا بتيت وقعدت نعمل ونقد، اما هو هكاك ياخذوا الكعبة يحلوها هكايا بالقلقال، ومن بعديك يحط الحشو نتاعو، ياخذ البارتي اللي باش يغطي بها يفردها هكا، ولا كيفاش يعملها تقول مرحبا، يطولها هكا، وبعد وبا يحط على العظم والدنيا هذيك الكل، وب يهز طوله ويحطها في القليه. وهذه بريكة حلق الويد. اش ناقصها هذه تو؟ انا نتصور باش نكمل معاها حويته، تسطيره، شويه فريت، ثلاثة أنواع متاع سلايط، أم كحورية وسلطة مشوية وسلطة خضراء،
وكها والشوربه بيان سور لازم تكون شوربه حوت. هما راه ما يقلبوهاش، هما هيك نقلبوها. بريكيتي حضروا العظمه مروبه يعملوا الكيف. دونك جوست حاجه بركه، لازم البات نتاعكم تخليوها ترتاح شويه 10 15 دقيقه هكاكا، باش كي تجيو انتم تحلوها، كل ما تحلوها ما تتقطعش معناتها البات والكل. حسيلو جاو ياسر ياسر محليهم، العظمه مروبه، البريكه قرموشه كيما انا نحبها. شنو ناقصها؟ شويه قارص باش نحطوها هكا في وسط الواحد. وشنو ناقصها اخر؟ كعبة بوقة سيدر باللار كيما نعرفينا، وهذا المطلوب. ولازم البات تكون جويدة على الاخر، على هذيك قلتلكم خليوها ترتاح باش كي تلموها هكايا والا تجبدوها معاكم ما تتقطعش وتجي كيما ورقة الملصوقة اللي تحسوها ورقة ترانسبارونت، وقتها البريكة متاعكم ناجحة 100%. حسيلو هذه البنة متاع تنويشة اليوم، وشهوة التنويشة اليوم جاية من حلق الويد. باش نتعداو للفرشك، حاجه سهله بنينه، حتى المكونات نتاعها ثلاث حاجات: لوز، سكر، وابيض عظم. اكاها على هذاك تويكا باش نجيب الروبو نتاعي وباش نبداو في صلب الموضوع. هذه راهو حاجه زمنيه بنينه، بارطاجيتها معاكم قبل في الفيسبوك وانستغرام وشختو عليها. قلت ايه خليني نزيد نوسع ونعطيها في الاميسيون، سورتو كي مش تعملوا حلو العيد، مش تعملوها حتى في السهريه والكل تنجح على الاخر. باهي هوني عندي 300 غرام لوز، لازم يكون اللوز اللي بالقشره الاحمر. باش نحط معاه مقدار 150 غرام سكر، هذوما الزوز باش نزيدوهم شويه ملح، وتوا باش نركضوهم الكل مع بعض. قلتلكم راهي سهله 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 على الاخر. جربوها زادة بالكاكاو تنجح على الاخر على الاخر زادة بالكاكاو. اللوز نتاعنا لازم يترحى بالكدا بالكدا. توا اللوز ترحى باش نجي هنا باش نحط الابيض العظمة بشويه بشويه، ما نحطش كله مع بعض. دونك هذيا توا البات نتاعنا باش نحطوها في البيريكس صحفة، فرغوها باش نبداو نشكلو فيها. ريتو مسالها تويكا عندي انا هوني بلاتو، حطيت فيه بابيي كويسون باش نشكل فيه كعبات اللوز نتاعي. نحطو شوية زيت باش ما تلصقش في خاطر تتعلق شوية البات معناها. فوالا شفتوها كيفاش، وهذا المطلوب، وهذه البات نتاعنا كيفاش لازمها تكون. دونك توا نحطوا شويه زيت في دينا وباش نشكلوا كعبات الفريشك نتاعنا. باش نعملوا كعبوره ونحطوها شويه زيت، هذوما من اكثر الحاجات اللي انا نحبهم لي جاتو، وسهلين على الاخر، حتى قوتيل الصغار يجيو بهين ومزيانين. دونك هذوما يتجيبوا على نار هاديه، ما يتجيبوش على نار قويه، باش نحطوها على 160 درجه. ديما نحطوا شويه زيت. هنا خليت كعبه لوز هكا صغيرونات باش نجي هوني فوق الفرشك باش نحطهم. باهي ملاحظه، اللوز ما يلزموش يكون محمر، لازم يكون لوز ني، خاطر توا هو باش يكمل يتيب في الفوق. والكعبه ما نحلوهاش برشا، نخليوها هكا. فوالا هذوما توا ديريكسيون فور باش نهزهم ونكمل كعيبات الاخرين نتاعي. كعبات الفرشك نتاعي خرجوا من الفور ريحتهم فاوحه، اكلوز هذاك والابيض العظم والدنيا الكل عطاو ريحه فوحه. شوفوا كعبه الفرشك نتاعي مزيانه ولا مش مزيانه، حلوه ولا مش حلوه. هذوما كعبات الفرشك نتاعنا، توا باش نخليوهم يبردوا دجا هكا شدوا رواحهم هكايا، ومن بعد مع قهوه ززوه في السهريه، وهذا المطلوب.
مل شهوات تنويشة ومل بنا اليوم أموت سامب إيفيكاس. نحبكم تجربوا بريكة حلق الويد، بالحق لازم تجربوها. البات سهلة ما فيها شيء وتجيكم فرشكة بنينة قرموشة تخيل حتى من تشريوها من حلق الويد. والفرشك زادة كيف كيف سهل ما في حتى شيء، ثلاثة حاجاتك هاو عملنا ديسير يعمل الكيف تونسي بنين على الاخر. بيان سور ما ننساوش دبوسة الصافية البلار باش ترويو رواحكم بعد شقان الفطر. اليوم اخترت بوقة سدر باش نحطها على طاولتي في شقان الفطر مع بريكة حلق الويد والمنيو متاع حلق الويد والحوت والتسطيرة والدنيا والجو وهذا المطلوب. ما تنساوش كان فاتتكم الحلقة تلقاوها مفسرة حاضرة باش عشان يوتيوب تنويشة، وإلا نسمة كويزين، وإنا نستنى لفوتو متاع البلا اللي باش تعملوهم خاطر متأكدة اللي باش تجربوا يا بريكة حلق الويد يا الفرشك. نستناكم تبعثولي على تنويشة انستغرام ولا فيسبوك. أنا نشوفكم غدوة في حلقة جديدة وبنة جديدة وشهوة جديدة متاع تنويشة. تشاو، شهية طيبة ونبوسكم بارشا. البريك اهوا والشربة اهوا الحوت اهوا كيف تاجي اهوا الحلو اهوا والزيت اهوا هذا مطلوب اهوا.